أنا بالحق تعرض سيدة البراكاج في بنو سينا، خطف لي ساكي شعر بركة في جورت ولا ضربني المترو الفلوس قال لي دفعت بلاي. والله اش باش نقولك، واحد يبطل زيدا ما عادش لا يلبس لا يدور على راحته في البلاد هذيا. ما نحكيو شوية على سلسلة البراكاجات المنتشرة اليوم في تونس، نسمعوا براكاج تاكسي، سطوا على شاحنات، سطوا على كراهب خاصة في المترويت، يعني الظاهرة ولات خلينا نقولوا منتشرة وعميقة جدا. شنو رأيك؟ أنا بالحق تعرضت سيدة البراكاج في بنو سينا، المحطة متاع السيس. ماشي نهارتها أنا وقفت، والله وصغير طفل صغير ماهوش كبير فهمتني، خطف لي ساكي شعر بركة في جورت ولا ضربني المترو، يعني ظاهرة قوية على الأخر. ذي قديش عندها الحكاية؟ عندها توا حكاية عام هكاك. عام؟ ومشيت المركز وفي بالهم وما استرجعتش ساكك؟ لا، أما جاب لي بطاقة تعريف متاعي فهمتني، ورجع لك. اي، وعرف الدار زيد. زيد سرق عرف الدار. اي بالادريس اللي موجوده. أي. في اي لا أي. نقلت يعني انا ادريستي هنايا باب الفله. اما هو جابهولي ساك، حتى مش الساك يعني تليفون وبطاقه تعريف. استرجع لك يعني. اما الفلوس قال لي دفعت بلا. قديش الفلوس؟ قديش قيمتها؟ حكيت 100,000 نهارتها في الساعه. والتليفون قديش قيمة؟ تليفون 200 دينار 300. يومي خذته. والبراكاج اللي بعده؟ والبراكاج اللي بعده انا في الان وقتها. مروحه انا ولدي صغير. فين؟ في الان في المترو. في الان داكور. اي من تاع الكباريه المترو. تحل الباب خطف لي سال التليفون. تليفون انا نكلم في يومي هو نحى لي تليفون اللي هو اللي نفسه رجعه لك. لا، واحد اخر. اما التليفون قديمه الحكايه. عندها يكم في العام ونص حاسيلو في جرت بعضه. والبركه جات يصيروا قدامك عادي، راه نحيوا ساكي نحيوا بلالت. يعني مثلا ماكش خايف على الشركه اللي لبستها؟ والله ماهيش ذهب. تعطي لامبريسيون اللي هي ذهب؟ والله اش باش نقولك، واحد يبطل زيدا ما عادش لا يلبس لا يدور على راحته في البلاد هذيا. ما فهمت شنو اللي يفسر خلينا نقولوا انتشار الظاهره هذه؟ مرض اختي، والله مرض. اللي يعملوا هكا مرضى بالحق، مرضى مرضى، يشوفوا لهم حل بالحق. هي صحيح توا هكا طرا فيهم هذايا الكل، ما نعرفش باش تقول لي قله بالحق. هو الفقر كثر، اما ما يلزكش الفقر باش يقول لك برا اسرق. فهمتني؟ يوصل حتى البراكاجات يوصلوا حتى يقتلوا فيها، راه يصير فيها قتل. راه وليت تحس روحك خايفه الدور؟ خايفين على الاخ، حتى في دارك في دارك في دارك تبدا خايفه. ما عادش يرحمها تونس والله. برشا يبرر لك بتعاطي بعض الانواع المخدرات والحاجات اللي تذهب العقل. يقول لك الشباب اليوم اللي قاعد ينتشل ماهوش واعي، ماهوش عادي، معناتها ماهوش في حاله عاديه. والله اش باش نقول لك، تنجم تكون ومرض. انا نقول ديما مرض بالحق. هو ينجم كما تحكي انت، اما راهو مرض ما يبررش. فهمتني؟ تجي تقتل عبد ولا تنحيلو فلوس ولا تنحيلو تليفون ولا ما نعرفش. يوصلوا حتى البراكاجات، مش حتى في الشارع، في المقاهي، في المطاعم، في اي بلاصه دقائق قاعد ويبدا يخطط لك كيفاه باش يسرق، كيفاه. فهمتني؟